قم بعملية ضرب العدد 6 في الكسر 1 على 4. وضع الناتج في أبسط صورة واكتبه بصورة عدد مختلط. لذلك دعونا نقوم بعملية الضرب. في البداية عندما تقوم بعملية ضرب العدد 6 بالكسر الربع، حسنا نحن نعرف كيف نضرب كسرا بكسر، وأعرف كيف أضرب عدد صحيح بعدد صحيح، ولكن ماذا إذا كانت مسألة الضرب عدد صحيح بكسر؟ والفكرة الرئيسية التي نحتاجها هنا هي أن العدد الصحيح يمكن كتابته على صورة كسر. إذن 6 هي نفسها 6 على 1 صحيح. 6 يساوي 6 على 1، أو 6 واحدات يساوي 6. أيا كانت الطريقة التي تفكر بها، فالناتج سيبقى نفسه وهو 6. إذن يمكننا كتابة العدد الصحيح على صورة كسر. يمكنك القيام بذلك بالأعداد أخرى، مثلا 10 هي نفسها 10 على 1. لنعود للمسألة. إذن 6 على 1 ضرب 1 على 4. لنضرب الكسور، نضرب البسط في البداية. 6 ضرب 1 يساوي بسط جديد وهي 6، وسأكتبه بلون مختلف. 6 ضرب 1 على 1 ضرب 4 للمقام أو العدد الأسفل، فيكون الناتج 6 على 4. فيظهر لنا هنا كسر غير صحيح، وهو ليس في أبسط صورتي. لاحظ أن 6 و 4 كل منهما يقبل القسمة على 2. لنقم بذلك، سأقوم بهذا بلون مختلف. 6 تقسيم 2 يساوي 3، و 4 تقسيم 2 يساوي 2، فيكون الناتج النهائي 3 على 2. ولا زال الناتج عبارة عن كسر غير صحيح. إذن علينا الآن أن نكتب الناتج على صورة عدد مختلط، وللقيام بهذه العملية نقوم بقسمة البسط على المقام. 3 تقسيم 2 نقسم 3 على 2 هنا، و 3 تقسيم 2 يساوي 1، ونضرب الواحد في 2 ثم نطرح ليبقى لدينا 1. إذن الناتج هو 1 صحيح ونصف. إذن نقول هنا 1 صحيح ونصف 1 على 2 هو عبارة عن الباقي، فالناتج 1.5. هذا هو الجواب الصحيح. نحن قمنا بتبسيط الناتج وكتابته على صورة عدد مختلط، ويمكننا تبسيطه في المرحلة. لنقل هنا، حسنا انظر هنا، يمكن أن نقول أن هنا البسط يقسم على 2 فنحصل على 3، والمقام أيضا يقسم على 2 فيكون الناتج 2. إذن 3 على 2، لأننا 3 ضرب 1 يساوي 3، و 2 ضرب 1 يساوي 2. إذن لدينا 1 ونصف، هو نفسه 1 ونصف. أي واحدة منهما يمكن كتابتها؟ الآن دعونا نفكر لماذا هذا منطقي. لنرى كم ناتج 6 ضرب ربع أو 1 على 4. اسمحوا لي أن أرسم تمثيل 1 على 4. دعونا نضع هذا الربع هنا لنرسم 6 منه. إذن هذا ربع، وهذا ربعان، وهذا ثلاثة أرباع، وهذا أربعة على أربعة، يتكون لدي شكل كامل. ومن ثم لدينا 5 على 4، ولدينا الآن 6 على 4، وهذا هو 6 ضرب ربع. هذا 4 على 4 هنا، وهذا يساوي 1. إذن 4 على 4 يساوي 1، و هنا لدينا 2 من الربع أو ربعان، 2 على 4. يمكن تخيل هذا القدر، بالإمكان أن نقول أن إذا أخذنا أيضا قطعتان أخريتان بنفس المقدار فأنه سيكون 4 على 4 أي 1. إذن هذا نصف المقدار بهذا اللون. إذن نقول هنا أن هذا نصف، أليس كذلك؟ إذن بما أن أخذنا قطعتان من 4، إذن هذا هو أيضا النصف. هنا 1 وهنا، إذن
بالضبط يكون الناتج واحد، إذا هذه قطعة من قطعتين، إذا واحد على اثنان. إذا لدينا الناتج بالضبط هو واحد ونصف.